لازم كده نفضل نتحايل على الاطفال ونحط لهم الخضار جوه المافنز ونحط لهم الفاكهه جوه التشيز كيك ونحط لهم حبايه الفيتامين جوه الايس كريم. مش كده ولا ايه؟ نرمين النهارده عامله لنا ايتم انا شايف ان كله الوان. بس قبل ما نخش ونتكلم في التشيز كيك اللي هتعمله لنا نرمين النهارده عايزين نشوف راي الضيوف في البيتزا. انتوا طبعا انا ما استنتش في الفصل انا طلعت واكلت وانتوا اكلتوا ودقتوا. الدكتوره انا شفتها برده بتاكل قبل تحفه شيف جميله. طبعا طبعا ما شاء الله عليك. رايك برده لا شغله جديده كتير حلوه. احنا مثل ما قلنا في بيتزا اسمها ميت بول بيتزا ميت بول بس هي تفرق عنا انه فيها فلفل الوان وده فيتامين سي بحد ذاته للاطفال وروعه. الله يخليك روعه كتير. تسلم شيف. طيب هنرجع تاني نشوف نرمين عامله لنا ايه النهارده. هي تشيز كيك وانا يعني شايفها هتبقى سهله بس طبعا نرمين ملكه السهل الممتنع. لا سهله قول لنا سهولتها ايه وامتناعها فين. مفيش امتناع. هنعمل تشيز كيك بالجيلي. انا اخترت الجيلي علشان حاجه مغذيه للاطفال. الجيلاتين ده مهم قوي للعظم بتاعنا واخترت ان احنا نعمله بلونين يعني عامله جيلي فراوله وعامله جيلي بتاع المشمش وهنحط فيه فراوله وهنحط فيه المشمش. لو في الموسم بيبقى فريش لو مش في الموسم بيبقى الكومبوت بتاع المشمش. وعندنا طبعا التشيز كيك لازم يبقى عندنا جبنه كريمه وعندنا البسكويت اللي هو مفروم بنحط له زبده ولو انت حابه تزودي سكر بس انا مش بحب ممكن تزودي شويه سكر بودره وكريم شانتي وطبعا الزبده والسكر البودره موجود. بسكوت مفروم يا رمين؟ بسكوت بسكوت ولا بقسماط؟ لا بسكوت بتفرمه في البلندر. بسكوت مسكر ولا اي بسكوت؟ يعني ساده يعني يفضل انه ساده. ويا سلام طبعا. لو انتوا اخترتوا البسكوت اللي هو الشوفان او اللي هو اللي بالقمح الكامل يبقى احسن للاطفال. هنعمل حاجه بسيطه ان احنا هنجيب البسكويت بتاعنا وهنخلطه بالزبده السايحه. ممكن معلقه السايح الزبده السايحه حاجه بسيطه عشان ده هيخش الفرن يقعد مثلا حاجه بتاعت ايه 10 دقايق. اوكي مهم بس هو الزبده هي اللي هتلم لي البسكوت مع بعض. عايزه تاني زبده؟ ممكن حاجه بسيطه. في مدرسه تانية بتعملها بتخلقها الثلاجه ممكن أخرى. بس قاعده البسكوت انت هتحطيها في الاخر في الثلاجه بس هي فكره البسكوت يخش الفرن هو ده اللي بيدي لي القاعده اللي ماسكه نفسها. كفايه كده تمام. هناخد كده هنا في القالب بتاعنا. هو بيبقى طبعا عشان هيخش الفرن هيبقى بايركس ممكن يبقى في قوالب عشان كل طفل ياخد وممكن يبقى في قالب كبير ويتقطع مربعات وتحاولي تفرديها كده حاجه سهله بس هي الفكره في الجيلي اللي مع الفاكهه. ممكن في كب كيك؟ ممكن لا اصل الكب كيك المافن تري قصدك. بس مافن تري مش هتطلع كده كامله هيبقى يعني هياكلها كده. لا ده لما ياخده كده كبوت كده في ايده هيبقى سهل بالشكل ده. انا مجهزه طبعا هي هتخش الفرن تقعد 10 دقائق وبعدين هنطلعها لازم تبرد خالص قبل ما نحط عليها بقيه المكونات. فانا اوريدي مجهزه اتنين هنشتغل عليهم على طول عبال ما كريم بقى وامال يكملوا اسئله الدكتوره او الاستاذه رانيا. نسال استاذه رانيا كنا عايزين نتكلم عن الجزء الخاص بخوف الاطفال. يعني بعض الاطفال عندنا تلاقيهم بيخافوا من صوت عالي وناس تانية بتخاف لو مشيت في اي ضلمه ما فيش فيها نور الأرجول. بيخافوا مثلا من اي حاجه لابس شكل الاشكال بتخوفهم فده ليه علاقه باي حاجه نفسيه للاطفال؟ الرهاب ده اسمه الرهاب الاجتماعي او الخوف الاجتماعي. بيبقى منقسم لحاجات كتيره قوي. الطفل ممكن يخاف من شكل الدم، يخاف من الحشرات، يخاف من القطه، يخاف من الكلاون زي ما بيقول كريم. متعلق بحاجات كتيره قوي. انا اتعامل مع الخوف ازاي؟ ما ادفعش الطفل ان هو يتعامل مع الحاجه اللي خايف منها لان ده الطفل ده حساس خايف من كذا فانا ما ادفعهوش لان هو لا انت لازم تتعامل مع الكلاون. وهم كلهم بيتعاملوا واروح شداه ويصرخ بقى هو امال ايه تدريجي بقى؟ اولا هو بيدعمه قوي ان انا اشرح له فكره ان ده انسان عادي وما فيش مانع لو الكلاون ده رفع ووراني وشه ان ده انسان عادي هو لابس دوت وان انا اجيب له البابيت شو اللي هي اللعب ديت احنا هو لو لبسناها على ايدينا هتبقى عامله كده.
واوري له اطفال تانية بيلعبوا مع الكلاون دول وما خافوش. مش كل الاطفال طبعا بيصابوا بالرهاب ده. بالظبط. اوري له الحاجه الناس التانيين اللي بيتعاملوا مع الحاجه دي وما بتخوفش اهي وناس عاديين. اجيبها له تدريجيا. تمام. طيب احنا نرجع تاني للوصفه بتاعه التمرين. قول لنا كده انت عملتي ايه ورانيا كانت بتجاوب. انا حطيت التشيز بقى نفسها او القاعه بتاعه التشيز كيك، حطينا الجبنه الكريمه مع الكريم شانتي مع او الكريمه الخفق احنا عاملينها قبل كده مع اللبن الساقع او الميه، بس طبعا يفضل اللبن افضل. وهنخلطهم مع بعض ونحط سكر بودره شويه فانيليا، وهيبقى ده القاعده الثانيه بتاعت التشيز او الجبنه الكريمه على البسكوت اللي احنا طلعناه. بقى هنحطها وبعدين نحط فيها رق جيلي ورق مشمش ورق ولا ايه؟ بص انا هقول لك هنعمل ايه سريع. انا هحط ده الاول. اوكي ده اللي جوه الكيس ده اللي جوه ده هو ده نفس الخليط بس احنا حطيناه عشان يبقى شكله حلو. أوكي. وهنكون في الوقت دوت احنا بعد ما نحطه هنحطه في الثلاجه يمسك نفسه شويه مع البسكوت. وبعدين هنبقى مجهزين الجيلي على النار، فراوله او مشمش او النوع اللي الطفل بيحبه. هنطن بعد ما الجيلي بيبرد نحطه شويه في الثلاجه يمسك نفسه. نكون مجهزين الفاكهه بتاعتنا، يعني قوام الجيلي مش لازم يبقى ماسك قوي عشان نقدر نخلطه مع الفاكهه. هنضيف ليه الفاكهه بتاعتنا وبعد كده ندخله الثلاجه تاني عشان يدي الكاس او البوت دوت كامل. اوكي طيب. انا هشتغل وانت هشتغل. وعايز اسال بس استاذه رانيا، بعض الامهات عندنا بعض العادات السيئه اللي منتشره طبعا، اللي هي تقول للطفل وهو صغير لو ما عملتش كده هجيب لك العو هجيب لك وتخوفه من حاجه معينه، وده كان بيحصل لنا احنا صغيرين طبعا. لا يعني اقصد هل التشبيهات دي ممكن تكون ليها اثار نفسيه على الطفل في سلوكه المستقبلي؟ سلوك بيبقى الطفل دايما متوجس خيفه زي ما بيقول، ان هو دايما قلقان لا يحصل الحاجه اللي بيتهدد منها دي. ان انا لو انت عملت كذا او لو ما عملت ما اكلتش مثلا هدخلك الاوضه الضلمه هديك حقنه. دي مشكله. ممكن اقول لك هديك الحقنه يعني هيطلع الاطفال خايفه من الحقن هديك الدواء فيطلعوا خايفين من بالظبط. انت جاوبتي على السؤال، بيطلع الاطفال خايفين من الحقنه، بيطلع الطفل خايف من الضلمه، وانا ممكن اقول له افتح النور الضلمه ما بتخوفش، روح افتح النور، اخليه يتعامل مع الموقف بهدوء بدل ما انا اصلا برعبه وبعد كده ازعق له انت ليه خايف. انت ليه خايف؟ لازم نعزز ثقته بنفسه، فمع الوقت يبقى انسان معتمد على نفسه ما بيخافش من حاجه. في حاجه كمان كنت عايز اسال حضرتك عليها استاذه رانيا، موضوع الاهالي اللي بتقارن بين الاولاد وزمايلهم. يعني خطر جدا. انت شفت محمد صاحبك اللي بيجي معاك ما هو كويس اهو اشمعنى انت بقى دكتور، فبتيجي بتعمل للولد او للبنت مشكله. موضوع مهم جدا المقارنه بين حتى الاخوات مش بس الاصحاب. المقارنه ديت انت كده بتقتل ثقه الطفل بنفسه، انت كده بتحبطه، انت ما بصيتش على ايجابياته وبصيت على سلبياته. ممكن الطفل يبقى جايب مثلا اقل من الفول مارك بدرجه وبعد كده اقول له انت ليه ما جبتش الدرجه دي، ما كذا جاب فول مارك. فانا ما بلاش اقتل ثقه الطفل بنفسه، انا اوريه الحاجه الكويسه اللي الطفل ده بيعملها واعمل له عليها كده فريم وابدا اشجعه على الحاجه الحلوه اللي هو بيعملها. والله العظيم موضوع الفول مارك ده اي كلام. انا هو اللي كنت بجيب فول مارك ولا نيله طلعت مذيع في التلفزيون ملوش اي علاقه. طيب من مين وصلنا لفين؟ وصلنا ان احنا حطينا كريم، حط لنا الكريمه وعملنا اول بوت كده. انا خلطت المشمش مع جيلي المشمش وده هيخش بقى الثلاجه هيمسك كده عشان يتاكل كل ده، وده النتيجه. وهنعمل واحده ثانيه بالفراوله هنحطه كده نفس الفكره بالظبط. بس هي الحلو ان احنا استخدمنا الجيلي، لان احنا التشيز كيك عامه بنعملها بالصوص، يعني احنا بنعمل البيز بتاع البسكويت وبعد كده الكريمه او تشيز كريم وبعد كده نحط الصوص عليها وات ايفر بقى فراوله كراميل اللي انتوا عايزينه. ممكن نعمل كده. ممكن نجيب المشمش وايه ونجرنش وكده هتكون تقريبا التشيز كيك بتاعتنا اعتقد خلصت. يعني كده جاهزه. انت هتحطيها بقى في الثلاجه على الاقل بقى ساعه علشان كل المكونات دي تمسك مع بعضها بالشكل ده. كده شكلها حلو جدا. حلو قوي. يعني انا حبيت ان هي تبقى الوان للاطفال. ممكن تستخدمي اي نوع جيلي مع اي نوع فاكهه اللي ابنك بيحبها. صباحه التربيه خلصت، عملنا لكم فيها وصفات كتير خاصة بالأطفال، خدنا فيها كم معلومات وأسئلة كتير قوي كانت معانا للأستاذة رانيا. شيف كمان كان منورنا شيف فادي، عمل لنا كاسات جامدة جدا، أكلت واحد كامل مش قادرة. نورتونا.
ميرسي ليكم ولمعلوماتكم، وهنستمر معاكم في حلقات جامده جدا ومعلومات اكتر واكتر في الصباحه. ميرسي يا ضيوفنا، ميرسي يا زملائي الاعزاء، نشوفكم في الصباحه جديده بكره. باي باي.